احنا المطالب ديالنا هنا جينا هنايا كنطالبوا بترقيه الى السلم العاشر، وكنطالبوا بالاثر الرجعي والمالي والاداري منذ موسم 2012 2013. انا هاد السفاره كنستعملها لان الوزاره كتحرش بينا، ما كنستعملهاش للتحرش اللي كيتعرضوا له الفتيات في الزنقه، وانما كنستعملها لان الوزاره كتضل تحرش بينا يوميا بالقمع وبالتنكيل وبالحضره. احنا هنا في اطار التنسيقيه ديال اساتذه السلم التاسع. احنا اساتذه غنصفروا الوزاره والبرلمان. وان شاء الله غادي يكون الفار اللي غادي يحكم لصالح التنسيقيه، وغادي يكون هدف حقيقي على مراه ومسمع جميع السجناء من القويره طنجة تطوان ان شاء الله. توظيف بالسلم العشره ما بقاش من 2013، تسعود من 2013، دابا حنا في 2018 تيقول لك لا. اذا حنا غادي نطالبوا بالفار واعاده لقطات من 2013 لدابا، وغنتاكدوا كاملين بان الاساتذه على حق والترقيه حق وواجب لكل جميع السجناء والسجينات. احنا صفرنا وتنتمناو من الامزازي والبكماني يجيبوا الفار باش يشوفوا هذا الشيء واش حقيقي فعلا ولا، ويتاكدوا منه. المعركة نضالها إلى الأمام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.